السلام عليكم. بداية أعرف بنفسي، نجيب الحصادي، عضو هيئة تدريس بقسم الفلسفة بجامعة بني غازي، مكلف بتدريس مادة التفكير الناقد في الجامعة الدولية. في الفترة الماضية بعد جائحة كورونا اضطررنا إلى تدريس المادة أونلاين وعبر الفيديوهات، والحقيقة أن تجربة الفيديوهات لم تكن موفقة تماما لغياب عنصر أساسي في تدريس التفكير الناقد وهو الحوار. ولذلك طلبت من بعض أساتذة الجامعة ومدائها ورئيسها أن يحضروا معي هذه الحلقات بحيث نستعير أو نتدارك هذا النقص الواضح والمهم في تدريس المادة. فدعوني أشكر كل من لبى هذه الدعوة. لو حكينا عن المادة إجرائيا، في كتاب متوفر في المكتبات عنوانه حساسات التفكير الناقد. للأسف حقوق النشر منعتني من أن يكون متوفر أونلاين، لكن الكتاب مهم لأن به كل ما يمكن أن أقوله في هذه المحاضرات، بالإضافة إلى مجموعة تمارين مهمة جدا. فيريت يحبذ اقتناء هذا الكتاب بطريقة أو بأخرى. المادة لا تفترض أي خلفية لدى الطالب. طبعا حتواجهني مشكلة التفاوت بين الحاضرين وبين الطلاب، لكن هذا التفاوت ليس أكاديميا. التفاوت له علاقة بالخبرة الحياتية. الحاضرون أكبر سنا، أكبر خبرة في الحياة، وبالتالي ضروري ننبه إلى أن في عملية الحوار والنقاش، دعوني أطلب منكم تمثل دور الطلاب. بمعنى عندما أطرح سؤالا أنا لا أبحث عن الإجابة الصحيحة، بالعكس أنا أحتفي احتفاء خاصا بالإجابات الخاطئة. وبالتالي عندما تطرح قضية ما، المواقف المتخذة من هذه القضية ليس من لازم أن تعبر عن رأيك الشخصي. يهمني تماما أن أسمع الآراء الشائعة عنها بصرف النظر عن التزامك بها. لماذا؟ لأن الآراء الشائعة معظمها خاطئة، واكتشاف الخلل اللي فيها هذه هي لعبة التفكير الناقد. ولكن هناك خلينا نقول وتر آخر مستهدف من نقاش هذه القضايا. طبعا كلمة وتر قد تكون غريبة، وأنا أتعمد أن أستخدم كلمات غريبة لسبب بسيط جدا. أو لأهداف مختلفة. واحد، إثراء الرصيد المعجمي عند الطالب. ضروري الطالب يسمع كلمة جديدة، وضروري يتعلم. لما يسمع كلمة غريبة عليه يمشي يدور على معناها. ممكن تطلب لما تكون في كلمة غريبة تكتب كتابة. نعم. أحياناً. نعم. أوكي. صحيح. عندك حق.
يعني تو انا قلت وتر، وعلى فكره وتر كلمه في القران، فلما قضى زيد منها وطرا، يعني حقق حاجه او لبى حاجه. لكن الفكره شنو؟ انك كل مره لما تسمع كلمه وحتكون معك لوجين، دكتوره لوجين لوجري في اللقاءات الديسكشن جروبس، اسالوها اذا كان استحصى عليكم شيء. لكن كون تكون عندك في كل محاضره في كل مره مجموعه مفردات جديده مهم جدا. ليش؟ زي ما حنبين بعد شويه، راهي الكلمه مش مجرد كلمه، الكلمه وراها مفهوم، والمفهوم مش مجرد مفهوم، يجب ان تكون لدى المتفكر الناقد حساسه لغويه. كثير من الحيل والاخطاء والاغاليط المنطقيه راجعه لاسباب لغويه، فلذلك اثراء رصيدك اللغوي غير ان اثراء لرصيدك المعرفي واثراء لقدراتك عن التعبير عن نفسك، لا يحقق في وتر اخر، في غايه اخرى. طبعا جميل جدا ان الحاضرين متنوعي التخصصات، يعني من طب عظام لطب بشري الى دكتور لاي تي لصيدله لعلوم لاداره اعمال لو صبري التحق بينا. هذا التنوع مهم جدا للماده. ليش؟ لأن خلفيتي أنا في هذه التخصصات تكاد تكون منعدمة تماما، فأحيانا لما نطرح فكرة منطقية ما المعني هو اللي يقدر يربطها بالتخصص ويكتشف أنه، يعني أنا نحكي على أغلوطة ما ونعطي مثال مش طبي والله، فيقول فعلا في حاجة زي هيك تصير عندنا، وهذا مهم جدا. الوتر الثالث والذي لا يقل أهمية أن في القضايا اللي حنناقشوها معيار اختيارها شنو هو؟ أنها خلافية، أنها مثيرة للجدل، والقضايا الخلافية مهمتها أنها أولا هي تشغل في الناس، وأيضا زي ما قلت في مواقف مختلفة منها، وبالتالي نستطيع تلمس الخلل اللي فيها. بالإضافة إلى أن نقاش قضايا خلافية عامة هذا يثري الثقافة المدنية لدى الطالب اللي واضح أنها ناقصة أو ما زالت ناقصة في الكوريكولوم تاع الجامعة. لا أعتقد أنك عندكم مادة في الثقافة المدنية. أوكي. فكرة العتاد مهمة جدا، وعتاد هي ترجمة الكلمة تول كيت، راهو الشغل كله كأنه قاعدين نؤمن أو نوفر للطالب مجموعة أدوات يستخدمها في التفكير، لأن راهو المستهدف دائما من المادة، مش ما نفكر فيه إطلاقا بل كيف نفكر فيه. ولذلك راه حتى لما يطرح أي رأي أنا لا يهمني إطلاقا أي موقف يأخذ أي واحد من أي مسألة إطلاقا، ما يهمنيش الموقف ده صح ولا لا. اللي يهمنا شنو هو؟ إلى أي حد صاحبه مستطيع للدفاع عنه، قدرته على التدليل عليه، قدرته على اكتشاف الأخطاء اللي فيه، هذا اللي يهم بصرف النظر الرأي صح أم لا. طيب دكتور، أنا كطالب ممكن أعرف أنا شنو بستفيد منها المادة هذه، يعني أنا
بس ان هي خارج نطاق التخصص نتاعي نهائيا، يعني شنو نحب نسوي منها، كيف تتسيق فيها، ايش نقرا فيها. نعم. أنا ذكرتني الدكتور عبد الرحمن بدوي. الدكتور عبد الرحمن بدوي يدرس فينا، ففي طالب درس فينا مثالية ألمانية. فطالب سأله قال له دكتور المثالية الألمانية ايش ندير بها؟ فكان رد قال له وهو أنت حتفتح بها دكانة؟ فكرة أن الشيء ما لم يكن مفيد مباشرة لي بشكل آني وعملي أصلا فكرة خاطئة. يعني في الحياة أكثر من ذلك بكثير. هذا ابتداءنا، هذا لا يعني أن المادة غير لكن فكرة أنك تربط أي شيء بنفع المباشر، هذه رأي فكرة يأخذ بها بعض الفلاسفة، هي فكرة اليوتيليتاريانزم، المدرسة النفعية، أن قيمة أي شيء في نفع. والمدرسة هذه طبعا هي بروحها تعاني من مشاكل، لكن خلينا من هذا. هل المادة مهمة لي أنا كطالب طب ولا لا؟ بالتأكيد ليس هذا فقط، بل مهمة لك أيضا بوصفك إنسانا أو مواطنا. يعني قد تكون مواد الطب الأخرى معظمها على الأقل مهمة لك كطبيب، لكن هذه مهمة لك كطبيب وككائن بشري محسوب على الإنسانية وكمواطن يفترض أن يكون صالحا. لكن حنجي الموضوع في الجدوى، جدوى التفكير الناقد حنجيها في يعني في فقرة خاصة به، بس سؤال مهم وأساسي. التفكير الناقد اسم محترم لتخصص لم يعد محترما، لم يعد محترما اللي هو المنطق. راه التفكير الناقد في أساسه منطق، لكن طبعا الفلاسفة ودارسو الفلسفة اكتشفوا أنه لم يعد هناك من يستمع إليهم، فحاولوا تمرير بضاعتهم التي بارت وكسدت عبر التفكير الناقد، عبر هذا التخصص البراق. فحتجد كثير من الفلسفة في التفكير الناقد، وحتجد أساسا منطق في التفكير الناقد، ولكن بمقاربة أحدث وفي تقديري أفضل. فالمنطق ايش حتشوف في المنطق؟ حتشوف قواعد ورموز ومعادلات لا تكاد تمت للحياة اليومية بأي صلة. في التفكير الناقد سوف ترى حدا أدنى من الرموز والقواعد، حد أدنى بسيط جدا. وبالتالي التفكير الناقد هو ألصق بالحياة اليومية من المنطق. طبعا المستهدف أساسا زي ما قلت هو آلية التفكير، وآليات التفكير البشري تعاني من آفات، من فيروسات ليست أقل انتشارا ولا فتكا من كورونا. والتفكير الناقد محاولة لحماية البشر منها بتعبير عام. طبعا لو بدينا نفصل شوية شنو الفيروس الأكثر خطرا على التفكير الناقد، هنقول تناستي، تشبث بالفكرة.
هذا أكبر خطر. تناسيتي تناسيتي T-N-A-C-I-T-Y تناسيوس يعني اللي هو التصلب والعناد وال... طبعا مشكلة المتشبث أنه عادة اقتنع برأي دون دليل. كيف؟ نيتشه يقول من اقتنع برأي دون دليل لا يثنيه عن رأيه دليل. إلا لا يثنيه عن رأيه دليل. بالتالي الحوار معه مقفل، وآليته في التفكير مصابة بالعطالة التامة. ليش؟ لأنه عنده رأي لا يرى غيره حقيقة، كل الأراء الأخرى باطلة، اقتناع به مش مؤسس على شواهد كافية، وبالتالي في انقطاع في الاتصال معه. الفارق بين الحوار والجدل، الجدل مجادلة يعني ما يأخذش بالرأي الآخر. نعم. الحوار يعني فيه نوع من الدلالة، ولكن الجدل فيه تصلب، يعني مثلا يعتمد على آلية التفكير. الجدل اللي هو شنو بالإنجليزي؟ disputation. ما أصل أول كلمة جدل راهو بالعربية اللي نستعمل فيها خطأ، لأن الجدل هو الديالكتيك، الجدال ممكن هو المقصود، أوكي؟ لكن حتى الجدال جدال يعني يحدث جدال، لأن راهو كلمة argument، لا حتى من ترجمتها جدال صارت argument بين اثنين، صح؟ لكن المهم شنو هو؟ المهم فكرة الحوار، فكرة الاستعداد الدائم لدى الشخص في أن مش فقط يستمع للآخر، لا أكثر من ذلك، أن يتمثل دوره. المتفكر الناقد لا يتربص بزلات اللسان ولا يتسقط أخطاء الآخرين ولا يخلق رجالا من قش يطرحهم أرضا، بل يعيد صياغة حجة خصمه في أقوى صورها. دبل أدفوكيت. نعم. دبل أدفوكيت. محاول الشيطان. بالضبط. يعني فكرة إن أنا، وهذه سرنا كثيرا. هذه يسموا فيها سترو مان فالسي، حجة رجل القش. ليش هي؟ إنك حجة خصمك شدر لها؟ تعيد صياغتها في أضعف صورها حتى يسهل عليك القضاء عليها. مش هذه النزاهة والصدق اللي عند المتفكر الناقد. طبعا واحدة من أسباب التناسية والتشبث شن هو؟ السلف evidence، ان الحاجه اللي قدامه السلف evident، بينه بذاتها. بالضبط، حاجه خلينا نصلح، مش بديهيه، بديهيه لغتنا، مش بديهية، بدهية. والفرق؟ لا، لغةً. بديهية لغةً غلط. حتى كلمة طبيعية غلط. طبيعي وليس طبيعي. لك خلينا.
البدهي واضح للعيان النفسي. يعني إيش؟ يعني اللي يشوفه يصدق على طول ولا يعتقد أنه في حاجة إلى دليل أصلاً. هو ليش هذا مقتنع؟ لأن كيف هل يعني تبي تقنعني بأن الشمس تشرق من الشرق؟ يعني هذه بدهية. زي يقول لك المعلوم بالدين الضرورة. وقف لكل شيء، وقف لكل حوار. البدهية مشكلتها انها تشل العقل. عمره ما انسان يفكر في البده ويقول زعما هذا صحيح ولا مش، لا لا خلاص بدهي. وتاريخ الفكر البشري، النقلات الحاسمه في الفكر البشري هي تلك التي قسمت ظهور البدهيات. الحاجة اللي يجمع عليها الناس النقلة الحاسمة، لما يجي واحد يقول راهي غلط. يعني في العلم أوضح مثال الثورة الكوبرنيكية، 18 قرن الشمس تدور حول الأرض، إجماع تام. لكن يجي كوبرنيكوس تقول لا يا جماعة راكم غلطانين، غلطانين في شيء في منتهى البداهة عند الناس. الجولدن ستاندرد، ما سمعتش كلمة. جولدن ستاندرد. اها اي نعم. لما دي حاجة يقول لك كان مقاربة للجولدن ستاندرد كان بها كلمة، هذا راهي فعلي قلت بفريق فرزة. نعم 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 نعم. وفي ناس يقول لك ضروري الفكرة العلمية تكون انترنشت محصنة. إذا كان ضروري الكلمة العلمية الفكرة العلمية تكون محصنة، راه ما صارش أي تغيرات جذرية واللي يصيرن باستمرار. الحاجة الثانية اللي يبدو لك بدهيا قد يبدو لغيرك خلاف ذلك، بل إن عكسه تماما قد يبدو له بديهيا. ديكارت يقول ما فيش فكرة مهما بلغت حدا من الغرابة إلا وجدت مفكرا أو آخر يقول بها. أي فكرة تخطر عليك غريبة حتلقى في واحد يقول فيها، وقد تبدو له بدهية تماما. ولو خذينا أمثلة بسيطة على أحكام البداهة اللي قلت خطيرة جدا، يعني حاجة زي الكل أكبر من الجزء، في حد يناقش فيها؟ الكل أكبر من الجزء، في حد يناقش أن لكل قاعدة شواذ؟ في حد يناقش بأن ما بني على باطل فهو باطل؟ بدهيات وكلن غلط. يعني لو خذينا أمثلة بسيطة، يعني الكل أكبر من الجزء، هل هذه حقيقة؟ يعني أليست فئة الأعداد الطبيعية أكبر من فئة الأعداد الزوجية؟ أو لا؟ وهل الأعداد الطبيعية عددها أكبر من الأعداد الزوجية؟ خليني أوضح. هذين الناتشرال نمبرز، خلينا نقول واحد اثنين ثلاثة آخر، هذا كله ولا لا؟ وهذا جزء منهم، هذا جزء من الكل، متساويات. متساويات بمعنى عددا واحد اللي هو لا متناهي. لكل قاعدة شواذ، لكل قاعدة استثناء، كلنا نقول فيها. هو القاعدة إذا كان عندها استثناء هي قاعدة أصلا. لا، والأكثر شو يقول لك؟ وهذا هو الاستثناء الذي يثبت القاعدة.
استثناء يثبت القاعدة. الطريف ان العبارة هذه منين جيتنا؟ ترجمة الانجليزي: This is the exception which proves the rule. هذه العبارة عصا. وكلمة prove لما طلعت العبارة هذه ما كانش معناها يثبت. prove كانت تعني يختبر. هذا أصلا لما قالت كان المقصود الاستثناء الذي يختبر القاعدة صحيحة ولا لا، مش يثبتها. لكن احنا خذناها بالترجمة الحديثة الخاطئة وعدت معنا. ما بني على باطل فهو باطل. في أوضح لك؟ وهذا باطل. كيف؟ خلينا في مثال أوضح. لو حاولت أنا إثبات وجود الله بأدلة خاطئة، فقد بنيت وجود الله على باطل، صح ولا؟ هل معنى وجود الله باطل؟ رغم أنه بني على باطل. ومن هذا كثير أحكام تبدو غاية في البداهة، غاية في الصدق، لكن قليل من التأمل، من الفحص المتفكر الناقد يبين أنها غير صحيحة. طبعا ضروري نقول أن التفكير الناقد خبرة مؤلمة. يعني أنتم مقبلون، تحدث الطلبة، على خبرة مؤلمة، بمعنى أنك تبي تبدأ مش تفكر فقط، تفكر في تفكيرك. واحدة من تعريفات التفكير الناقد هو فن التفكير في التفكير. فن التفكير فيش في التفكير. ففي بعد انعكاسي، ريفلكسيف، انتروسبكتيف، استبطاني، قاعد تبحث في روحك. رغم من قبل ما بحثش في أرواحنا، بحثوا في الآخرين، نرجو فيما متى يغلطوا. لا، الآن تبي تخش في قصة أخرى. متى؟ نعم نعم. كوجنيشن هو الإدراك المعرفي، المرحلة اللي ما وراها. راسل يقول most people would rather die than think. thinking, rethinking is تفكير ممض. تفكير إيش؟ ممض. اسمع ليه ممض؟ لا قولينا معناه. مضني، متعب، مش سهل. ليش التفكير الناقد خبرة مؤلمة؟ لأنك تفكير ناقد قاعد يقلب في التراب التي تجذرت فيها اعتقاداتنا، قلب فيها. والمرء لا يحبذ أن يرى جذوره في العراء. تفكير ناقد محاولة لتقليب التراب التي تجذرت فيها اعتقاداتنا الراسخة. والمرء لا يحبذ أن يرى جذوره في العراء.
وبالتالي تلقى وجدين يقول لك مني بلاش فكنا لنا مضحاضة. كيف فكنا منا؟ لأنه مرهق، لأنه متعب، لأنه يشك في روحه، في اعتقاداته الراسخة. وش هذا مرات يخليك هايزوليتد؟ والله شوف، هو طبعا مثلا انت تجيب الاخبار لما انت تتفرج على اللي صاير في الاذاعات والتوك شو والناس اللي تحكي وتقرا، اذا استخدمت معاييرك هذه اعتقد تبقى عندك اشكاليه، يعني اشكاليه بمعنى انك انت تحس روحك في حاله اغتراب. لا، بس يظل هناك باستمرار ما يكفي من الأصدقاء والزملاء اللي تقدر تواصل معاهم. بالتأكيد يعني بالتأكيد. لا، حكاية الشعور بالانعزال يطلع يعني على المستوى الشخصي لم أختبر، يعني باستمرار نلقى، وبعدين وأملي لا ينقطع أيضا في الآخرين، باستمرار عندي أمل إنه لا ممكن دائما. وطبعا مشكلة التشبث كأحد الفيروسات الهدامة في آلية التفكير أن ضرره لا يقتصر على صاحبه بل يطال الآخرين. بيتر فيشنو يقول إن ضرر من لا يتفكر بأسلوب ناقد لا يقتصر عليه بل يطال الآخرين، ولذلك يجب ألا يترك طريق السراح. اللي ما فكرش تفكير لاق مفروض ينحبس. ليش؟ لأنه مش يضرش روحه ولا يضر فينا معه. طبعا لا نذهب إلى هذا الحد، لأنه طالب بسجن من لا يتفكرون ناقديا، لكن على الأقل ضروري نشعرهم بخطر ما يقومون به، ليس فقط على أنفسهم ولكن على المجتمع بأسره. نعم. ولا أتخيلوا أن الشخص الذي يتشبث براية يقود في شعب ولا يقود في مؤسسة ولا. وأنا مر على ردها لهنا لقيت مواصفات الخريج، الخريج ثالث وحدة أن تكون لديه القدرة على التفكير الناقد، من مواصفات الخريج في الجامعة. طبعا هذا ما فيش راهو في أي جامعة ليبية، هذه المادة لا تدرس كمتطلب جامعي إلا في هذا المكان بفضل حضراتكم بالتأكيد. لكن لاحظوا أن هذه المادة هي الوحيدة التي تلبي في هذه المواصفة، إذا ما استثنينا PBL، لأن PBL راهو في النهاية أحد أساليب التفكير الناقد. لكن هنا تصير عملية عزل للمسألة، مش متداخلة في المناهج، لا، يكون الطالب، وهذا زي ما قلت البعد الانعكاسي، طالب بي يفطن الروح، يتأمل في ذاته. طبعا أنا لا أدعي، وليس لأحد أن يدعي أنه دون تفكير ناقد، أنه دون دراسة تفكير ناقد لن تكون مفكرا ناقدا إطلاقا. راهو في ناس بعقولها ويفكروا صح عمرهم أدرسوه، زي تماما ما في ناس يتحدثوا الفصحى بالسليقة. وبعدين أنت لست في حاجة لأن تعرف الكثير عن الطريقة التي يعمل بها جهازك التنفسي حتى تتنفس جيدا، صح؟
أو تهضم جيدا. لكن مع ذلك رغم هذا الاستثناء فإن من يدرس التفكير الناقد أميل وأنزع إلى تجنب الأخطاء المنطقية ممن لا يدرسه، رغم أن دراسته مش شرط ضروري للتفكر الصحيح، لكن فرصك في أن تتفكر بشكل ناقد عندما تدرس هذا التخصص أفضل بكثير. عامل مساعد وبس، مساعد بشكل حاسم وقوي يفترض. وهذا عفوا دكتور اللي يفكر تفكير ناقد بدون ما يدرس، هل له علاقة بذكاء ببيتا بتربيتا والله قد تكون عوامل متضافرة، يعني قد تكون كل هذه العوامل. أليس فيها من الغيبيات يؤتي الحكمة من يشاء؟ نعم نعم. حتى الجانب النفسي مش الجانب النفسي بمعنى؟ يعني الناحية النفسية للشخص تقبل الوجهة نظر مخالفة انتقاصة منها. هي تنشئة بصفة عامة. أوكي. هل دراسة المنطق دراسة المنطق نعم المنطق الرياضي هل هو يساعد في عملية المنطق؟ والله أنا من تجربتي أنا درست المنطق الرياضي ممكن 30 سنة انفصال تام بين الطالب وبين المادة، تام علاقته بها علاقة معادلات رموز وجواب في الامتحانات، لكن هل غير المنطق من حياة أي شخص؟ إطلاقا. درست تفكير ناقد في هذه الجامعة ممكن الآن 3 فصول دولي 3 ولا هذا الثالث سنة ولا وسمستر أوكي سنة وسمستر يعني كأنها 3 سمستر. صدقوني شعرت بأني غيرت في حياة منقولش كثيرين لكن أفراد متأكد حيغيروا حياة آخرين عدد ما يكفي منهم. فالتفكير ناقد قصة تانية غير 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 المنطق. أنا وعدكم ناخذ على ربع بعد ناخذ بريك ساعة الربع توا أوكي. خلينا هو بقي لي سؤال دكتور عادل على الجدوى. عشان أسأل هذا السؤال لأن المفروض فيه الطلاب حتى بعض الأحيان تغيس مش مقتنعين وقعنا في التعليم دائما التجين الطالب يحتاج إلى نوع من الموتيفيشن وجزء من الموتيفيشن هو اليوتيليتي. فلما يقتنع الطالب بأن هذه المادة هتغير موضوع التفكير الناقد هيغير كشخص كشخص مع الأمور كإنسان حداتها تنزرع فيه الفكرة هذه على طول هو أوتوماتيكلي بعدين هيتشجع ويبدأ يقرأ المادة ويستفيد ويناقش وغيرها. فهذا ليش أنا متصل على المقال؟ نعم نعم صحيح. لو حكينا على الجدوى أنا عندي ليتل أرجمنت حجة صغيرة هيك دائما أستخدم فيها. طبعا لاحظوا حاجة، لاحظوا أن موضع الأساسي للتفكير الناقد اللي دائما مستهدف هو الإنفرنس الاستدلال. إيش معنى الاستدلال؟ استقرار استخدمه فيه في الإحصاء حتى. بس لو عرفنا مفهوم الإنفرنس شو معناها؟ هو الاستنتاج أو الوصول أعتقد أنه الاستنتاج إلى حقيقة معينة من خلال دلائل أخرى
وصلك الى الاستنتاج او بناء حكم بناء على معطيات. جميل جميل. هو الانتقال من حكم الى اخر ببساطة. حين تنتقل من حكم الى حكم اخر فقد استدللت. السؤال استدللت صح ولا لا، هذه القصة، هذا اللي حدير التفكير الناقد. لكن على الأقل عرفنا ايش معناها. لما نقول لك بما أن الدكتور علي مجاش اليوم أكيد عنده ظرف ملح لأنه كان مصر واجد أن يجي، انتقلت من حكم إلى حكم، بهل الاستدلال صحيح؟ مسألة ثانية. ملاحظة عامة، المعرفة قوام الحياة البشرية. إيش معنى المعرفة قوام الحياة البشرية؟ الحياة البشرية قائمة على المعرفة، وبدون معرفة الحيوان والإنسان من لا يعرف ينقرض. لاحظوا ان رغم ما نحكيش على مستوى افراد هنا، على مستوى النوع البشري. اوكي. وعشان تشوف القصه في شكلها المتطرف، تخيل انك فجاه الان فقدت كل معارفك. لن تقوى على الحياة، لن تثق في أي شيء حتى تتناول الأكل. ممكن تحطها فينا. أوكي. أي شيء. بالتالي يعني هذه خلينا نقول مصادرة أو شيء نفترضه لكن وجيهة، أن المعرفة أساسية للحياة البشرية. The second premise في الحجة متاعي، هذه أول premise، أن المعرفة قوام الحياة البشرية. Second premise، أن معظم المعارف البشرية استدلالية. أنت لو شفت معارفك، لو طلعت قائمة بمعارفك حليش تعرفهم، حتلقى ليقل عن 99% حاجات لم تقف عليها بنفسك، ولكنك استدللت عليها استدلالا، ما شفتهاش بروحك، لا استدللت. يعني حنقولوا عدد سكان ليبيا 6 مليون، عديتهم؟ لا. خذ أي معلومة أخرى، يعني باستثناء معرفتك الطعم الأناناس، هذه ما فيش حد قالك عليها، هذه بروحك ضقت وعرفت، هذا مش معرفة استدلالية، هذه مباشرة. لكن هذه الاستثناءات، باستثناء معرفتك ل ل ل ل لمعنى ألم الأسنان، هذه ما قلتش واحد تعالي احكي لي عليها، لا. لكن معظم معارفك الاخرى كانها استدلاليه. ثالث بريمس، ومعظم الاستدلالات البشريه خاطئه. خلينا نقولوا باش يكونوا اكثر، معظم الاستدلالات الليبيه خاطئه. فورث بريمس، والتفكير الناقد هو العلم الباحث في التمييز بين الاستدلال الصحيح والخاطئ. نقول كمان من الأول، من الأول. واحد، المعرفة قوام الحياة البشرية. اثنين، معظم الاستدلالات، معارف هي استدلالات، معظم المعارف استدلالية. ثلاثة، معظم الاستدلالات خاطئة. أربعة، التفكير الناقد هو العلم الباحث في التمييز بين الاستدلالات الصحيحة والفاسدة. إذن هو اللي صحح المعرفة. إذن إذن الجدوى هو أن يعطينا الآلية اللي يعني اللي نتحصروا بها على المعرفة. المعرفة نزلتوا وصلتوا، نحافظ على قوام
البشريه. شوفوا شوفوا المقدمات كويس، شنو النتيجه؟ الحفاظ على البشريه. انت قلت نعرف هي قوام البشريه. تفكير الناقد هو اختبار التفكير، هو اختبار المعرفه. لا، في 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 نوشن قاعده في البريمسس ما حكيتش عليها. لا، معظم المعارف خاطئه. لا، هذه وحده مقدمات، معظم المعارف خاطئه. لا، انا معظم المعارف لا، شوفوا راهو لما تبي نتيجه من مقدمات زي هذين، راهو كل حاجه، كل نوشن انقالت تبي تكون مرتبطه. بعد هذا كله شيء بتدير في الكتاب نقل. لا، سمية، شنو النتيجة؟ إذن تو عندنا أربع مقدمات، نبي نقوله إذن. إذن تفكير النقد ضرورة، معناها ضرورة لإيش؟ ضرورة للبشرية، للحياة، ضرورة للحياة، اللي هو القوام بالضبط، ضرورة للحياة، مش ضرورة للمعرفة فقط، ضرورة للحياة نفسها. إذا كان طالب الطب على افتراض صدقناه أن هذه المادة لا تخدم الطب مباشرة، صدقناها، فهي تخدم الحياة، مع ذلك حنجد من خلال نقاش القضايا الكثيرة اللي نتعرض لها أثناء الدراسة التدريس أن في أشياء تمر عليه في حياته الطبية التدريسية الأكاديمية يرتكب فيها أخطاء ما كان له أن يتجنبها لولا دراسة تفكير ناقد. حنوقف 10 دقائق ونواصل.